عسلامة ومرحبا بكم. إذا كان أول مرة تشوف قناتي نستدعك باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش ما يفوتك حتى جديد. Vuvu. Boyka. Ha, mam.
سلم على الجماعة، سلم في التليفون. صحي شي صحي تا هاي نطلع وي هاتل عسلامة ومرحبا بكم البنات، هاكا بديناه الفيديو بحاجة روعة روعة روعة. خويا هبط لسنتر فيل عنده قضيتي، خي قلت له امان صور لي هاكم ريتو بسم الله ما شاء الله محليها تونس، والله ان شاء الله نهار نعمل لكم انا هكا نتقابلوا مع بعضنا الكل في المدينه العربي، خاطر انا بصراحه احسن بلاصه تعجبني في المدينه هكا باش نعمل قهوه ونبدل الجو هي في المدينه العربي. البنات كلمه السر بالنسبه للفيديو هذا، فما مكون انا قلت لما راهو ماهوش موجود وهي قالت لي ليه موجود وأصرت وألحت، زعما هو شنو هذا المكون؟ البنات العادة التنازلي بدا وقريب قريب قريب باش نعلن عن الفائزة إن شاء الله في الفيديو اللي يمكن ما نفوتوش شهر جانفي، إن شاء الله نفتتحوا فيفري بالفائزة. يلا خليكم توا مع الفيديو، نقولكم بوسة كبيرة، نتقابلوا وين ووقتاش في الفيديو الجاية إن شاء الله. باي. عسلامة البنات، اليوم هكا روحت انا مخر شوية، مش كل يوم راني نروح بكري. على فكرة نسلم بارش على تتا نيلة ونقولها ربي فضلك نوروسة وان شاء الله ربي يبارك لك فيها وربي يخليها لك ويمتعك بصحة لبدين وديما تدللها وهي تدلك. حط ما ميسيرش خليني نعمل ديديكاس وانتي يخدم فرد وقت. باهي البنات، انا جيت باش نعمل شوكولا شو يا اخي، تسنيم خلطت عليها قالت لي استنى ماما صورها للبنات. لهنا انا حطيت باش نوريكم اليوم كيفاش نجموا تعملوا شوكولا شو بحاجات عاديه وموجوده موجودة في الدار وما تخطرش لبالكم. الكريمه فوالا، الكريمه هذه كريم ديسير بما انها هي نشي دونك وفيها الجو نتاع الشوكولاته، فيها سكر زاده. لا لا ما فيهاش سكر، احنا مش السكر. لا 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 احنا باش نحطوا السكر كريمتنا العاديه. السكر سكر فيها سكر ما اي احنا لازم نحطوا فيها، لازم نحطوا سكر. هذه هي الكريمه نتاعنا العاديه كريم ديسير نتاعنا غو شوكولا، اكيد باش تبدا سكري شويه، ما احنا باش نزيدوا سكر. نزيدوها كاكاو بالطبيعه، باش نزيدها كاكاو. باهي اول حاجه حطيت نص لتر حليب لهنا في الكسرونه، فما نص لتر حليب باش نحط مغرفه واحده كهوا من الكريم ديسير. وبالطبيعه باش تجينا غامقه وتظهر اللي هي شوكولا شو. هذه شوكولا شو مذبحه معناها، ايه دي كانت فرنسا. هذه شوكولا شو نحطوها على تونيزيان، هما السكر. ايه السكر هذيك هي نعمل فيها كيكه انا، اما عليه السكر وافي ولا اما اسمعوني تنجموا تحطوا سكر عادي. لهنا انا باش نحط فيها مغرفتين كاكاو، الكاكاو هذايا ما فيهش سكر، ما عادي استعملوا اي حاجه. انا باش نحط سكر غو مغرفتين، نحط امراء والبنات استعملوا سكر عادي. يعني انا ماذا بيا لي غوسيت نتاعي الكل يكونوا في متناول الناس الكل، ما نحبش خاطر احنا هذايا موجود عندنا الوقت الحاضر جايبهولنا من محمد من فرنسا. امراء استعملوا السكر الابيض، ما تقلقوش رواحكم. والكاكاو هذايا زاد كيف كيف، شريو كاكاو عادي. الكريمه هذايا موجوده، تنجموا تعملوا كريمه بيضه تحطوا مغرفه، والا تنجموا تحطوا مغرفه نشي، والا تنجموا تحطوا معناها كريمه هكايا حاضره بالشوكولاته هكا تجي غامقه. وشنو هي الحاجه الاخرى اللي باش نحطوها؟ باش ناخذوا الباك اغلاسي هذايا اللي هي الشوكولا، حطوا انتوما قد ما تحبوا. هذه اللي موجوده توا، اذا كان عندي النواغ راني حطيت النواغ، انتم اختاروا اي نوع تاع شوكولاته تحبوا عليه. بالطبيعه تنجموا تقصوها معناها تريفات صغار باش تسهل عليكم في الذوبان. باهي توا بعد ما قصيت الشوكولاته البنات ما تتصوروش قداش تسنيم تعبني كي نجي باش نصور معاها، راهو لازم كل شيء يبدا بيرفكت. انا راني كي نصور لكم قناتي اسمعوني البنات، انا هكا كي نبدا نصور في الفيديو نتاعي نبدا تبدا تقولي ماما اش بيك هكا يا اخي، ما هو نظم شويه شويه. قول بالله كانك باش نقعد
نقعد ننظم راني مانيش باش نقص مانيش باش نصور الجمله دونك اللي تراوها عندي انا عندي انا نوع وعندي مانا انا راني ما عنديش وسع بال برشا باش نقعد معناها نعمل بيرفكسيون هي راهي تعمل حاجه الواحد يعمل حاجه اساسا انا مثلا نشوفه تو الخمره تمسخت بالشوكولاته تقول لي ليه ماما قص نظف الخمره ومن بعد كمل صور باهي تو شنو باش نعملو؟ تو باش نحطها على النار ونطيبها كيما نطيبو الكريمة بالضبط. أما احنا عنا فازة في ترتيب الكريمة نغليو الحليب ومن بعد هذيك عاد سيدي هذيك حاجة أخرى هذيك باش تقعد تعمل فوي معناها هذيك حاجة أخرى سيدي نبي عربي إذا تحبوا حاجة سهلة تحطوا نص لتر الحليب وتخليو منها شوية في كيس تصبوا عليه بغرفة الكريم ديسير اللي باش تستعملوها ولا نشاع البارد وتحطوا هاكا الكسرونة متاع الحليب على النار تغلي على روحها فيها السكر متاعها وتحركوا على البارد داك المغرفة متاع المشاي في الكاس اللي راحتوها على جنب ومن بعد ما يغلي الحليب ديريكت تصبوا تك تك وتحركوا هذه زادة متاع التابعة متاع البخل اللي قلت لكم عليه متاع البخل متاع المرأة اللي تخدم اللي ما عندهاش وقت انا بقدرة الله باش نعلمكم البخل تجحها بحقرة كيما تويكا فاست الملاوي اللي انت علمتها فما عبيد بالحق ما يحبوش يعملوا ما عندهم الجهد داك العجني يا سيدي مهمتي اني نسهل لكم حياتكم انا فعلا هكا مش بخل اليوم عملت لكم خبز كيما طلبت مني سهام يظهر قالت لي اعمل لنا الخبز بالفرينة اللي عملتها كوكو سهام بالله هي نحب لحظه بربي خلينا نعملوا ديديكاس ديديكاس كلامي اليوم عملت لكم فيديو البنات مازلت ما منتجتوش ان شاء الله نقعد نمنتجو وريتكم كيفاش طيبت مرمز نعرف الناس كل تعرف طيب راهو المرمز وكل اما ساعات نحس عندي تكات هكايا ماذا بيا معناها نحطو دونك اذا كان استفدتوا هاكا ما استفدتوش عادي ما فما حتى مشكل وعملت لكم الخبز زادة بالفرينة اللي جابتها تسنيم البارح طوى ان شاء الله تشوفوها في الفيديو من غير عجناء تلقاوها البنات اللين في الديسكريبشن بوكس متاعي انا اك ما حطيت ليش ما راني فاتت لا حطيت الديسكريبشن بوكس حطيت ما حاجه قلت لهم موجوده عندي في قناتي شو اسمها مرقه المكونات السوبيا حطيتها كمونيت سوبيا ما نعرفش شنو اخر زاد حديما البنات ديما فوالا تنظيف الغاز ديما البنات تشوفوا الديسكريبشن بوكس راني نحط فيه كل شيء لي ديتايل كل اي سؤال تسالوه لي تلقاوه في الديسكريبشن بوكس سامحني انا باش نتكلم قول لهم مش معناه خانة الوصف يعني تجي تحت الفيديو تلقى فليش صغير يقول لك شو مور شنو شو مور غير يعرفوها خانة الوصف عود حط ديما فيك نحب هذيك كي تعطيني واحدة من البنات نصيحة ولا حاجة نثبت لها هي الكومنتير متاحة غادي كي يبدأ ما فميش بيه البنات توا مونتاج نتعدي وللتياب 1 2 3 بيه البنات هكي حضرت الشوكولاش ومتاعنا هكا كيما يحب الخاطر كيما يقولوا فيها كيما يحبوها الناس الكل ما يسالش عادة فابور شو نقول لهنا البنات باش نعطيكم استوس نجمو هنا تزيدو كارتين ياغورت دانيت وحاجة أخرى باللي هي أحلى إذا كان حسيتوها معناها أنتم هكا عاقدة وتحبوا تجريوها أكثر كيما أنا ولدي يحبها جيري أكثر من هكا نجمو تزيدو حليب راهو عادي ما يقلقش